للمزيد معنا عبر الهاتف أستاذ القانون الدولي والقيادي بتيار الغد السوري الدكتور محمد الشاكر. أهلا بك معنا دكتور. يعني هذا المشهد نرى فيه روسيا تهادنت مع العملية العسكرية التركية في عفرين، طهران وصفت هذه العملية بأنها قلقة حيالها، سوريا عفوا على لسان الأسد أعرب بوصفها بهذا العدوان بأنه غاشم. يبدو أن هذا الثلاثي في منعطف عفرين ليس على وفاق تام، هناك خلط في الأوراق، في مساومات في الكواليس، كيف ترى هذا المشهد؟ بداية مساء الخير وأهلا بك. نعم، الصراع السوري يعني واضح يعني منذ بداياته بسبب كثرة التجاذبات الإقليمية وأيضا الدولية، يعني أصبحت تتقاطع يعني حتى الخلافات بين الأصدقاء، يعني في كل مرحلة كان يتحول الصراع أحيانا إلى محور أو تحالف حسب كل منطقة. لذلك بأن الأزمة السورية ما زالت تحتاج إلى الكثير من التوافقات، ولكن أعتقد بأنها هي توافقات في نهاياتها، خصوصا إذا ما قرأنا يعني لقاء الشهر الماضي روسيا وتركيا وإيران، وأيضا تكلل أيضا بمؤتمر سوتشي الذي عقد منذ يومين، ما يعني أن الاتفاق على التسوية بين جميع الأطراف بخطها العريض واضح، ولكن هو الخلاف بمسألة مناطق النفوذ، يعني ما يعيق هذه المسألة. مناطق النفوذ على سبيل المثال الآن تركيا يعني ما زالت لم تضمن مسألة أدلب، خصوصا أن النظام تقدم في الريف الجنوبي لأدلب، لذلك كانت تركيا تضغط بمسألة عفرين، يعني وهذا يشكل يعني احنا في فقه القانون الدولي لا نستطيع أن نصفه إلا يعني عدوانا على السيادة السورية، هو وأي تدخل آخر في السيادة السورية. طيب يعني كثيرون يتحدثون إذن وفق رؤيتك دكتور بأن هناك صفقة روسية تركية بنكهة المقايضات. بدأت الحكومة السورية تتحدث وتصف هذا العدوان بأنه غاشم واحتلال، إذن ما الخيارات أمام الحكومة السورية أمام دمشق مقابل وفي مواجهة هذا الاعتداء التركي وهذا الاحتلال كما وصفت؟ أولا هناك فرق، يعني هناك فرق بين موقف الحكومة السورية وبين موقف الدول الإقليمية، الدولتين الإقليميتين إيران وروسيا، إيران وتركيا، وأيضا الموقف الروسي. يعني لا يمكن للحكومة السورية أن تسمي ما يحدث إلا انتهاك الاستيادة، هذا أمر واضح. بينما روسيا فإنها في إطارها العام وفي إطار مصالحها وفي إطار اتفاق الثلاثي بينهم ثلاث دول ضامنة، روسيا إيران تركيا دول ضامنة، لا تستطيع إلا أن تغض الطرف في تصفية أيضا حسابات أخرى. وأنا أعتقد بأن النظام في هذه الحالة هو يستمرئ، يعني دعيني أقول لك يستمرئ، صح يوصفها قانونيا من الناحية يعني في إطارها العام بأنها مسألة تدخل، ولكن هو يعني أيضا يستمرئ مسألة الدخول، لأنه مشكلته القادمة يعني هي مع مسألة المشروع الكردي، يعني مشروع البيتي هو مشروع بصراحة خارج الحدود السورية. لذلك المسألة أعتقد لا يوجد هناك خلاف كما وصفتي أنت يعني بين الموقف الروسي والموقف السوري، بقدر ما ليس أمام الحكومة السورية سوى أن طيب في هذه النقطة يعني دكتور قلت إن النظام يستمرئ، لكن هل من الممكن أن ينقلب السحر على الساحر في هذا المشهد وبدلا من أن يستمرئ تنقلب الآية عليه؟ لا 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 لا، هناك دول ضامنة، هناك مصالح معروفة، يعني الولايات المتحدة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني احنا اخوتنا الكرد طالما اردنا منهم ان يكون مشروعهم سوري بصراحة، ولكن يعني حدثت معنا الكثير من الحالات، يعني هم يعني اخذوا بالوعود الأمريكية، يعني ونحن نعرف اي شخص يعمل في السياسة عليه ان لا يستقبل الوعود الأمريكية. يعني حتى موقف واشنطن غير مفهوم دكتور، يعني هي انتقدت هذه العملية في عفرين واكتفت بالدعوة الى ضبط النفس، هذا الموقف الأمريكي غير واضح غير مفهوم. لا هو واضح، هو واضح، لانه من استفز الاتراك
على التحرك إلى عفرين عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل جيش على الحدود يعني يتراوح عدده هو 30,000. ومن هنا تخوفت تركيا وبدأت بعملية عفرين بعد يومين بالضبط. إذن الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تريده في هذه المنطقة ليس حل يعني، ونتمنى من الأخوة الكرد أن لا يعولوا على الأكراد، عليهم أن يكونوا سوريون، هذا ما نريده في إطار الجمهورية السورية وسيادتها. لذلك الأمريكان يعني عندما أصبحت عملية عفرين تخلوا فورا عن موقفهم أو دورهم بناحيتين، ناحية يعني ليس معي وقت أكثر من ذلك. أشكرك وأعتذر أستاذ القانون الدولي والقيادي بتيار الغد السوري الدكتور محمد الشاكر على هذه المداخلة الكريمة.